مباركة في أخانا الشهيد شكري بالعيد. وفقدنا فيه الشهيد محمد إبراهيمي، وفقدنا الشهداء من جنودنا الأبطال. نحن الآن أئمة جامع الزيتون المعمور، أبينا إلا أن نأتي في هذه الليلة ونقرأ القرآن وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العيد أن يرزقنا حكومة إنقاذ كي تنقذ البلاد، من هذا المأزق العظيم. نحن كعلماء نقول الحق ونقف مع الحق ولا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تزلزل أقدام الظالمين، الله أكبر. تزلزل أقدام النهضاويين، الله أكبر. تزلزل أقدام الإرهابيين، الله أكبر. تزلزل أقدام تجار الدين، الله أكبر. تزلزل أقدام المتسترين بالدين. اللهم ارحم شهداءنا واجعلهم في عليين يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا بعين الرحمة والرضا. اللهم إننا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم ارحم هذا الشعب الذي أمامك. اللهم ارحم هذا الشعب الذي أمامك. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وافتح علينا فإنك خير الفاتحين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. النصر لتونس الخضراء، النصر لشعب تونس الخضراء. تونس سيدي بوزيد، تونس قفصة، تونس مدنين، تونس توزر، تونس سوسة. هذا الشعب العظيم، هذا الشعب أتى من أنحاء البلاد يقول نريد حكومة إنقاذ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على جيشنا العظيم، الله أكبر على أمننا العظيم، الله أكبر على رجال تونس الخضراء، الله أكبر على نساء تونس الخضراء. اللهم وفقنا يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا العيد عيدا نصرا وتمكينا، اللهم اجعل هذا العيد عيدا نصرا وتمكينا. اللهم انظر إلينا بعين الرحمة والرضا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم الحقنا بالشهداء. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين.